انخفضت نسبة انتشار البعوض المسبب لحمى الضنك إلى 5%. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن ذلك بعد اتباع الإجراءات الوقائية الكاملة. وأضاف خلال زيارته القصير بالبحر الأحمر أن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل، وأنه سيتم فحص 300 سوداني للتأكد من أنهم ليسوا مصدر انتشار الحمى. دكتورة غادة، ما هي قراءتك لزيارة الوزير بعد أن دخلت الأزمة أسبوعها الثاني وحديثه عن دخول سودانيين محتمل أن يكونوا سببا في انتشار المرض؟ أولا أنا ما أعرفش ليه الإعلام مسميها حمى الضنك، هي حمى الدنج، هي دي اي ان جي يو اي، يعني الاعلام كله بيتناولها بشكل خاطئ. وده ليه؟ لان هي اصلا كانت واحنا في كليه الطب دي كانت من الانواع الحمى النادره اللي كانت بتبقى عباره عن 3 اسطر في كتاب البطنه في صفحه في الاخر تحت. فيمكن يكون في جيل كامل من الاطباء ما يعرفش هي ايه حمى الدنج. وهي دي مشكلتنا عموما، احنا عندنا في مشكله في البحث العلمي. يعني النهارده علشان نعرف الحمى دي جايه منين، ده تخصص ماده اسمها الابيديميولوجي، اللي هم الناس اللي بيهتموا بدراسه انتشار المرض وجه منين وايه العوامل المؤثره ليه، واحنا ما عندناش اهتمام قوي بهذا المجال في الطب اللي هو دراسه انتشار الامراض، لان ده كمان بيحتاج تمويل. فانا شايفاهم بالحظوظ كده عمالين يخبطوا هنا يلطشوا هنا يلطشوا هناك، ايرور ترايل اند ايرور، وممكن تنفع اوكي ماشي طالما هم مش ماشيين على منهج علمي معين، هيكعبلوا في حالتين ثلاثه، لكن بالتاكيد مش هيقدروا يوصلوا للمصدر الرئيسي للبؤره الرئيسيه الاساسيه اللي خرج منها هذه الحمى.